استقبلت مفوضية العون الإنساني ولجنة من المجلس السيادي الاثنين طائرة العون المباشر الكويتية والتي تأتي ضمن جسر جوي حسب توجيهات سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تسيير دعم للسودان للمتضررين من السيول والفيضانات. وأوضح رئيس منظمة العون المباشر الكويتية أن الطائرة تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والصحية للمناطق الأكثر تضررا. وهذا يعني توجه حقيقة يعني من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تهيئة جميع الأجواء وتسهيل الإجراءات لإغاثة إخواننا، فكان الدعم من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في وصولنا إلى هذا المكان. مفوضية العون الإنساني في السودان أكدت أن هذا الدعم الكويتي سيخصص جزء كبير منه للولايات المتأثرة حسب الأولوية وبإشراف الهلال الأحمر الكويتي والسوداني. حقيقة نحن يعني نقدر وقوف حكومة الكويت مع الشعب السوداني في هذا الظرف الدقيق، وإن شاء الله هذه المساعدات كما فعلنا السابق في المرة السابقة مع المساعدات التي يعني جاءت في الطائرة الأولى سنقوم بتخصيصها وإرسالها مباشرة للمناطق المنكوبة والمناطق المتأثرة. وكانت قد وصلت مطار الخرطوم الجمعة أول طائرة كويتية برئاسة رئيس الهلال الأحمر الكويتي، حيث قامت بتوزيع مواد الإغاثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي على المتضررين في منطقة الجيلي شمال الخرطوم وبعض ولايات السودان. وكانت أمطار غزيرة هطلت في الخرطوم نجمت عنها سيول وفيضانات أحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات في الخرطوم وبعض ولايات السودان. وصول طائرة العون الكويتي المباشر وهي الطائرة الثانية ضمن جسر جوي يتكون من 9 طائرات تسيره حكومة دولة الكويت للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان. أماني عبد الرحمن السيد لتلفزيون دولة الكويت الخرطوم.